ايه اللي حصل امبارح ده؟ الاهلي امبارح في الحقيقه متع جمهوره وجمهور الكره المصريه بشكل عام، وشرف الكره المصريه والكره الافريقيه. لكن خلينا نكون امناء، في ناس كتير كانت متوقعه نظرا لامكانيات اتحاد جده والاسماء اللي موجوده وانه بيلعبوا على ملعبهم وجمهور الاتحاد وكل هذه الامور وهذه المعطيات ما قبل المباراه، ورغم كل ده الاهلي استحق الفوز وفاز فوز كبير 3-1 على اتحاد جده. بالمناسبه قبل ما انسى، بس انا مبسوط ان كريم بنزيما جاب جون. بسبب ايه؟ عشان التاريخ كده لما يجي يجيب الماتش ويقول لك الاهلي كسب 3-1 وكان جاب هدف اتحاد جده كريم بنزيما، اللي ما شافش الماتش يعرف ان الاهلي كان بيلاعب لعيب من ضمن اللعيبه العالميه. لا بس هقول لك على حاجه، ده انا فوجئت. اولا مبروك للاهلي طبعاً. وانجاز كبير جدا. وعايز اقول حاجه يمكن الناس ممكن ما تستوعبهاش قوي. احنا من حقنا نفرح ومن حقنا ان احنا نبروز الانجاز ده. لكن الاهلي انا بقول وقلت قبل الماتش على فكره، لان انا بتابع الدوري السعودي كويس واتفرجت على اتحاد جده، ومع احترامي الكوره مش اسامي يا امير. صح، الكوره مش بالاسامي. صح، والا لو بالاسامي كان في لعيبه كتير ما بطلتش. مظبوط، كوره بالعطاء والكوره بالتركيز وبالشغل وحاجات كتيره جدا. النادي الاهلي كشر على انيابه في هذه المباراه. وحب يعني مش هقول يثبت، لان النادي الاهلي ثبت كتير في مواقف كتيره طبعاً ان هو بيفصل ما بين البطولات. في ناس كتير كانت متخوفه عشان الحاله السابقه للنادي الاهلي في المباراه الاخيره، لكن الاهلي عنده، انا عشت التجربه دي وانا ماسك النادي الاهلي، بيقدر يفصل ما بين البطولات وبعضها. يعني ممكن العب في الدوري، يعني مثلا هقول لك على حاجه، مباراة الصفاقسي التونسي 2014 السوبر، سوبر اللي خدناها 3-2 وكسبنا السوبر الافريقي. انا فاكر، كنت انت مدير فني، كنت مدير فني. قبلها بثلاث ايام برافو عليك، وجده جون، قبلها باربع ايام معلول جاب فينا جون، علي معلول برافو عليك الاهلي، ضربه جزاء. صح، علي معلول كان بيلعب هو فرجان الساسي وفخر الدين بن يوسف، كانوا هم في الصفاقسي ساعتها. صح، فالمباراه دي قبلها باربع ايام كنا بنلعب في الجونه وخسرنا. كان مع الجونه؟ مع الجونه. وخسرنا. خسرنا او تعادلنا مش متذكر، بس يعني كانت نتيجه سلبيه مش مكسب يعني. ماشي. فناس كتير كده كانت متخوفه، وانا طلعت حتى في مؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه وقلت، احنا بنعرف نفصل ما بين دي بطوله. وبطوله مستقله عن الدوري، الدوري لسه نفس طويل ولسه ماتشات وهتقدر تجيب بناط. فنفس الكلام انا قلته يمكن يعني في لقاءات قبل المباراه، قلت ان الاهلي هيظهر بمستوى قوي في البطوله لان هو هيفصل. لكن الاحداث اللي ما قبل المباراه حفزت قوي الاهلي، حفزت قوي اللعيبه، حفزت قوي الجهاز. ودي نقطه تاخدنا لعدم احترافيه معلش الجانب الاعلامي السعودي في ايه؟ انك مش من مصلحتك لما تيجي تكون بتلعب مباراه انك تستثير او تستفز المنافس. طبعا الجيمز دي بيلعبوها المدربين اللي هم في اوروبا، اللي هم عندهم علم كبير قوي، علم نفس ازاي ان انا ما استثيرش. بتشوف يورجن كلوب، بيب جوارديولا، المدربين الكبار، حتى مورينيو. لما بيجي يطلع قبل المباراه يقول لك ايه؟ يقول لك انا هقابل يورجن كلوب اعظم مدرب في العالم، ليفربول اقوى فريق في العالم، والتاني يطلع يقول له مانشستر سيتي ده كل واحد بيحاول ينيم التاني. وبيب طبعا ليه؟ موسيماني كان بيعمل كده. مظبوط. ليه؟ لان انا النهارده لو هاجي العبك وهطلع اقول مين امير هشام؟ ايه ده؟ مش عارف ايه؟ طب ما انا هستثيرك، ده انت هتستخدم الماتيريال ده. صح، ان انت تبقى بتحفز لعيبتك. وطبعا لعيبه الاهلي مش ناقصه الحته دي، بل بالعكس انا شايف ان استخدموا الحته دي بجانب ايجابي، خدوا دافع اضافي بالنسبه لهم. لكن تعالى بقى على المستوى اتحاد جده، انا اتفرجت عليه، اتحاد جده لعب 16 اسبوع، خامس الدوري السعودي. وخسران 4 مباريات في الدوري. ولو شفت الاهداف اللي تلقاها هتلاقي اهداف شبيهه باللي حصلت فيه في المباراه. اذا الاهلي درس فريق الاتحاد السعودي، ذاكر كويس طبعا. اتحاد جده درسه كويس جدا، بالاضافه لفصل يعني كولر بالجهاز، بالبعثه كلها، زي ما انت قلت كده في المقدمه بتاعت الكابتن محمود الخطيب متواجد معاهم هناك. قدر يفصل ما بين اللقاءات الدوري هنا. الدوري لسه بتتكلم في 6 اسابيع او 7 اسابيع، ولسه متصدر لو عندنا 34 اسبوع. حتى لو مش متصدر، احنا في سنه
خدنا الدوري وكنا قبل ما نلعب مؤجلات كان ترتيبنا تقريبا 13 حاجه كده 13 14 لما خدنا المؤجلات ومشينا وكسبنا وركبنا الدوري. فاللي انا بقوله ان الاهلي امبارح كشر عن انيابه، دافع عن سمعته، دافع عن سمعه الكره المصريه. ايوه احنا والجانب السعودي اشقاء وجماهير السعوديه ودمه خفيف طبعا، حتى الاعلام السعودي حتى لو استفز الاهلي بس في نفس الوقت كده بخف الدم بعد ما احنا طبعنا كمصريين. في رابطه ما بيننا وبين السعوديه طبعا، رابطه جايه من 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 عوامل كتيره، اللغه والتوزيع الجغرافي بالزبط. قربنا منهم، الحته الدينيه حبنا للسفر للمدينه ومكه، يعني انا قصدي لكن ده ما بيمنعش ان احنا بنتنافس معاهم منافسه قويه جدا. وكمان الحاجه الحلوه قوي اللي عملوها السنه دي ان هم جابوا نجوم كبار. أيوة. شدوا الناس. فدي خلي بالك ليها تمنها، ليها تمنها في الجانب التسويقي طبعا، طبعا في الجانب التسويقي وفي الجانب بقى ان انت بتلعب قدام المنافسين اللي بيلعبوهم. يعني النهارده لما اتحاد جده او النصر او الهلال بيلعبوا في بطوله اسيا، خلي بالك الموضوع بقى اصعب. ليه؟ انا بلعب دلوقتي قدام اصعب عليهم، اصعب على الفرق طبعا، على السعوديه، السعوديه نفسها طبعا. النهارده بتلعب مع فريق في فابينيو ونجولو كانتي وبنزيما طب ما طبعا الهلال عندهم احسن لاعب، احسن حارس مرمى افريقيا لوحده سفاح طبعا، الراجل بيجيب اجوان قبل الماتش يتلعب، وياسين بونو ما كل دي حاجات بتحفز طبعاً. الفرق اللي في اسيا هتلعب قصادهم. فانا بقول هم عملوا حاله حلوه جدا طبعا، لكن الاهلي كبير. الاهلي كبير والاهلي قادر ان هو يظهر في المواقف اللي بتحتاج ان هو يكون موجود فيها بيبقى موجود. طب عايز اسالك سؤال يا كابتن يوسف، انت كنت مدير فني كبير للنادي الاهلي، اتكلمت انت وتطرقت لحته مهمه ليها علاقه بالاستفزازات من الاعلام السعودي ربما، ماشي؟ مش استفزازات هو عايز اقول ايه، الاعلام بيلعب دور ممكن يبقى ايجابي وممكن يبقى سلبي، بيعملوا ضغط. من الذكاء ان انت مثلا هنقول منتخب مصر، ماشي، لما يجي يلعب هيلعب مباراه، احنا دورنا كاعلاميين او اعلام ان احنا ما نشحنش المنافس بتاعنا، نديله احترام ضدنا، نديله احترام، نتكلم عليه باحترام وقيمته. وبعد المباراه، بعد المباراه ممكن بقى ساعتها تقول انا تفوقت في كذا، انا كذا، انا لعيبتي كانت افوق كذا. انما انا بتكلم يعني الحاجات دي بيعملوها المدربين الكبار اللي هم لان هو بيلعب بكل الاسلحه بتاعته طبعا، ده طبيعي. يعني طبيعي، هو بيلعب بالاسلحه اللي هي قبل المباراه وبيلعب الاسلحه خلال المباراه اكيد. لكن انت لو كنت مكان كولر مثلا وسمعت بعض التصريحات اللي ممكن تدي دافع اضافي للعيبه، تفرج اللعيبه على التصريحات دي استخدمها طبعا، استخدمها في المحاضرات بتاعتي واقول ان فلان طلع وقال عليكم كذا ومش عارف ايه حصلت قبل كده كذا، والمصري كنت وكل المدربين بيستخدموا، انا كنت بستخدم الحاجات دي في ازاي احنا نفرق. يعني مثلا 2013 كشف كوره الدوري، انا كنت دايما اقول للعيبه ان 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 احنا اللي هنصنع الفرحه للجمهور، الجمهور خلاص ما عندوش كوره، مفيش كوره بتتلعب، احنا الفريق الوحيد اللي في مصر بيلعب بطوله افريقيا لان كانش فيه نشاط محلي. فانتوا دلوقتي مصدر سعاده للجمهور. لو خسرتوا هتقعدوا في البيت، هنقعد والجمهور مستني في الظروف اللي احنا فيها دي، ما فيش حاجه بتفرحه غير الكوره. فاحنا ربنا كتبنا او ربنا جعلنا سبب ان شاء الله ان احنا نفرح الجمهور، نبقى احنا وكان بيتابعنا في الوقت ده جمهور الاهلي وجماهير تانية كتيرة. يعني هو الفريق الوحيد اللي كان بيلعب احنا والزمالك، وبعد كده الزمالك لما خرج من دوري المجموعات كملنا احنا. فازاي انت تستخدم الظروف اللي حواليك في تحفيز اللعيبه بتاعتك وان انت تقلب الصعوبات، تخلق الاجواء تقلب الصعوبات لصالحك. انما هتقول مفيش دوري وبنلعب في الجونه وملعب مش حلو والهواء بقى مبررات وبتاع، خلاص بقى يبقى انت كده ماشي في حته ايه، في حته نيجاتيف سلبيه. فنفس الكلام انت النهارده مثلا هتلعب الاهلي ومعاك نجوم وكل حاجه، ازاي استخدم الحته دي ان يتقال كذا ويتقال كذا والمصريين اللي هناك وان 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 كل الحاجات دي اكيد اتكلموا فيها اكيد. فدي اللي خلت النادي الاهلي لعيبته اول ما اتفرجنا على الماتش من البداية أنا شايف الأهلي ظاهر وفي ثقة، وفي ثقة في النقل وفي مجهود وفي ضغط عالي وفي 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 حاجات الالتحامات الكور المشتركة كمان. الأهلي كسبان فيها ما هي دي بشراسة، ما هي دي حاجات الأمير اللي أنت عايز تقيس بيها كمدرب
وعايز تشوف الفرقه دي روحها عاليه ولا لا من الكور المشتركه. اه الكور المشتركه اللي بيبقى فيها سواء مثلا سبرينت مثلا واتنين بيجروا كره مثلا في الهواء الحاجات دي، واحد داخل مثلا زميله بيغطيه، في مواقف معينه تكتيكيه في الملعب بتبين اذا كان الفريق ده بيلعب بروح ولا احنا نازلين يعني بادين المباراه. ما هو في بدايه غير بدايه، احنا خدنا المبادره صح، بدانا قوي، بدانا ضاغط، بنضغط عليهم عالي، جات لنا فرصتين في الاول، جالهم هم طبعا فرصه وجالهم ضربه الجزاء وجالهم الكره اللي هي خبطت في القائم من صح. تحت ايد الشناوي كل دي، لكن احنا عملنا مباراه في وسط يعني في وسط جده، مباراه كبيره بالدعم الجماهيري اللي شفناه. لا طبعا بصراحه عشان برضو ندي كل واحد حقه او ندي كل حد حقه، يعني الاجواء هناك عالميه طبعا، اجواء كوره يعني ما بيعرفش يلعب هيلعب. السعوديه ما شاء الله السعوديه يعني بتستعد بقوه ل 2030 طبعا 2034 2030 المغرب واسبانيا والبرتغال 2034. فاللي انا بقوله ان هي بتعيش او بتجهز لمرحله قويه جدا ليها، من ضمنها ملعب الجوهره اللي احنا شفناه عالمي حاجه جماهير، يعني شفت الاستاد، شفت الارضيه، شفت طبعاً. التنظيم، شفت يعني هم بصراحه يعني قطعوا شوط كبير جدا في الحته دي، جداً تصوير كمان النقل التلفزيوني كان هايل.